كيف انتشر الإسلام؟ انتشر الإسلام بوسائط الحياة وبوسائط الأسوة الحسنة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخر الآيات، وجاهدوا في الله حق جهاده. فالحوار نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله له معنى روحي يشمل دائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويشمل البيان والتبليغ، ويشمل كلمة حق عند سلطان جائر، ويشمل فريضة الحج للصغير وللمرأة وللشيخ ولغير القادر في جسده أو في ماله، فإن فريضة الحج تعد جهادا بالنسبة له. ويشمل الجهاد بمعنى القتال في سبيل الله، وله شروطه التي وضحها القرآن، وقاتلوا في سبيل الله وليس في سبيل أي شيء آخر من القضايا ومن الأمور، الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. نرجع للقرآن نجد المفهوم مؤصل، وهذا أيضا منهج من مناهجنا، أننا دائما مقيدين بالكتاب والسنة، أننا نذهب فنبحث عن أصول هذه المسألة.